كنحتجوا على القرار الغير المسؤول ديال القاضي اللي طلق مغتصب الطفلة القاصر مراكش. اليوم كنعبروا على الاستياء ديالنا، كنعبروا على الغضب ديالنا بالقرار اللي اتخذوا القاضي وعطى صراح الموقات وبالناس اللي هما مسؤولين اللي خلاو هذا المغتصب يخرج خارج الحدود وما ينالش العقاب ديالو. اليوم كنقولوا لا لا من الافلات من العقاب. بناتنا ماشي هذا سواهم. المغتصب خصو ينال الجزاء ديالو منذ مده، وهاد الاغتصابات كثرات بواحد الشكل بواحد الوتيره كثيره في جميع انحاء المغرب، وبالخصوص مدينه مراكش اللي كتعرف واحد الحالات ديال الاغتصابات وديال التغرير بقاصرين وما كينالوش الجزاء ديالهم وما كيتعاقبوش والقضاء كيتسامح معاهم. حنا تنحسوا على ان بناتنا في خطر، البنات في خطر، الحمايه اللي خاص الدوله تديرها للاطفال ما كايناش ما كايناش ما كايناش. المسؤولين القضاء والسكوت على الجرائم، لان في السكوت جريمه، وكل مسؤول ساكت على هذه الجريمه فهو كذلك مسؤول على السكوت ديالو كإنسان متواطئ مع المجرمين. لا للإفلات من العقاب، لا للإفلات من العقاب، لا للإفلات من العقاب. الحماية لطفولتنا. الله الله على التنمية، والطفولة مرمية، وإياك المواد.